احكي على شو صار بالعالم بعد ما خلص ستيلتو، شو عملته بالعالم؟ زعلوا. ايه هيك حسيت صار في ديبرشن ما بعد ستيلت. ايه عن جد. ايه بس لا حنعمل لهم جزء تاني ان شاء الله. ايوه امتى رح يكون الجزء الثاني؟ ما بعرف، بده شويه وقت بس يعني بينعمل له صراحه المسلسل جزء تاني بيستاهل. طيب شو عندك جديد؟ شو عم تحضر؟ رح نشوفك بالسباق الرمضاني ولا لا؟ او عندك اشياء بعد؟ ان شاء الله في عندي عمل او عملين لرمضان، في عمل عم نصور فيه رح يخلص وفي عمل قريبا رح ندخل فيه كمان لرمضان. ممكن نعرف شويه تفاصيل ولا شيء؟ شكرا. كريس اهلا وسهلا بيكي. اول حاجه خلينا نعرف تفاصيل الاطلاله الحلوه هذه. شكرا كثير، وهي مناسبه لحتى اتشكر الناس اللي تعبوا معي اليوم لهي الاطلاله، ابتداء من ميرا جنيد اللي هي الايمج كونسلتنت تبعي والستايلست، اختارت الديزاينر لياس ريغا وهو هذا مو اول تعاون بيناتنا. بحب شغله للياس لانه مو بس بيفهم على جسمي، بيفهم على روحي يمكن. وميرا طبعا دائما يعني من اكثر الديزاينريه اللي بتتعاون معهم. هلا شفتك في حدا المعجبين حابب يصور معك وقلتي له شيل الفلتر، هاي اول مره انا بسمع فنانه او نجمه بدها اياه يشيل الفلتر وتصور بلا فلتر. اي حقيقي انا ابدا ابدا ما بحب الفلتر لانه بحس ماني انا، ليه بدي البس وجه منه وجهي؟ عن جد انه حلو الواحد انه هيك يبين على طبيعته. الناس اللي بيتعودوا على الفلاتر ما انه منيح، يعني بصير خلص ما بقى بيشوفوا شكلهم حلو بلا هذا الاشياء الفيك اللي محطوطه. اي انا ما بحب الفلتر. بس ما مش... حاطط فلتر. اوكي ما شاء الله عليكي بلا فلتر. شو سر ما شاء الله شبابك وجسمك؟ شو سر بتعملي اشياء؟ بتعملي سبور؟ شو بالضبط؟ ومحافظة على ملامحك يعني منك مقفورب ولا شيء؟ هلأ أنا بتمرن بشكل يومي، برتاح مرة واحدة بالأسبوع طبعا. هلأ بسبب السفر وضغط التصوير صار لي وقت شوي موقفة، تقريبا شيء 10 أيام. بحافظ كتير، بنتبه على أكلي، باكل الأشياء دائما الصحية، بعمل أكلي أنا بإيدي بالبيت. وقت لي ما بقدر بعرف شو لازم أكل شو ما لازم أكل. بالنسبة لوجهي وبشرتي أحيانا بضطر أعمل رتوش بسيطة مثل كل هالناس ما بيعملوا. في أشياء أبدا ما بحبها اللي إلها علاقة بالفيلر والنفخ والما بعرف شو هيك الإضافات على الوجه. في أشياء لا بقول إنه أي يمكن إذا عملتها بشكل لطيف بضل الوجه مرتب. أنا بيهمني إنه ما عندي مشكلة يبين بعمري، بس يكون شيء هيك أنا مرتاحة معه ويكون وشي إنه ما في شيء مزعج يعني لما أول لما تطلعي على العين. مزبوط. هلا خلينا نحكي على وجودك الليلة مع عدد النجوم العرب والعالميين. سعيدة كتير بتواجدي اليوم بجوي أورد، وأنا حاسة هذا تكريم لإلي مجرد هي الدعوة. حقيقة كل شيء أكثر من رائع، الحفاوة الاستقبال، التنظيم، الديكوريشن، الإضاءة، الصحافة، حتى وجود النجوم من كل أنحاء العالم. يعني ما أنه سهل تجمعي كل هدول الناس بيوم واحد بتوقيت واحد على البيربل كاربت. ويمكن كمان هي واحدة من الشغلات اللي حبيتها أنه يكون هيك في سيجنتشر لجوي أورد بيربل كاربت. شكرا كثير لك. شكرا حبيبي. كلك زوج كيس اهلا وسهلا بيك، منور السعوديه ومنور بانوراما اف ام. الله يخليكي، انت اللي منوره ويعني السعوديه منوره، ويعني اكيد يعني انا مبسوط جدا بوجودي هون بالرياض وبهيك جائزه مهمه جدا مع الجمهور السعودي. يعني الترحاب شديد والاستقبال كان يعني كثير حلو، فانا كثير سعيد. جاي من تركيا من اسطنبول هون، شو كنت عم تعمل هناك؟ عم صور مسلسل، ما كتير فيني أحكي تفاصيل بتعرفي أنت أكيد، بس مسلسل كمان 90 حلقة، فيني أقول إنه اسمه الخائن، وفيني أقول إنه في شخصية جديدة رح تكون، ما بعرف إذا حتكون صادمة للجمهور، بس يعني عم نستمتع بالشغل. أنا سمعت إنه الدور رح يكون مرعب من كتر منه ثقيل ويعني مرعب. الحقيقة الدور صعب يعني، وبده جهد كتير انفعالي، وبده جهد كتير يعني شغل جواني من الأحساس، وفي عنده كتير يعني تغيرات، ويعني دور صعب عم نشتغله من قلبنا. إن شاء الله يا رب هذا التعب الناس تحبه يعني، يا رب إن شاء الله يا رب بالتوفيق. شكرا شكرا. أهلا وسهلا بيك، وجودك اليوم بالجوي أوردز هالحدث العربي العالمي اللي بيجمع مش بس نجوم العرب كمان نجوم من العالم أجمع، قديش بيعني لك هذا؟ بيعني لي لأنه حدث عربي عالمي مش من خلال النجوم العالميين، من خلال النجوم العرب، وهيدي الأهمية بالموضوع.
هيدا الشيء المهم وهيدا الشيء اللي نحن بنطمح له، لانه نحن كشعوب عربيه وكثقافات عربيه بنستحق انه نكون رواد بالعالم كله. يا سلام. بدي اسالك شو صار بعد ستيلتو هيك، صارت حاله نفسيه للجمهور اللي كان عم يتابعكم 90 حلقه، صارت في حاجه اسمها بيقولوا هوليديز بلوز، بيبي بلوز، ستيلتو بلوز، الكآبه ما بعد نهايه العمل، كيف شفت تفاعل الناس بعد النهايه خاصه وبعد الحاله اللي عملتها ستيلتو؟ لا شك انه عمل حاله، عمل ظاهره هذا المسلسل، وهيدي حسستنا بسعادة وحسستنا بمسؤولية كتير كبيرة كتير كبيرة. بعتقد انه الجهة المنتجة واللي خططوا لهيدا المشروع وقرروا له بعتقد لازم يكملوا بهيدا التخطيط، لأنه تخطيطاتهم صائبة جدا عم بتكون. هلا من شوي سألت سامر المصري قلت له هلا رح يكون في جزء ثاني، قال لي ايه رح يكون في جزء ثاني. انت شو رايك بعد 90 حلقه لو انعمل جزء ثاني رح ينجح؟ انا اذا بتجي لي كاحساسي مش جزء ثاني لازم يكون جزء عاشر. طيب شو عم نجهز جديد؟ رح نشوفك بعمل قريبا، فيلم، شو عندك جديد؟ هلا مبدئيا نحن بطور التحضير، يعني عم نحضر كتابيا بعدنا لشيء شوي ساي فاي ساينس فيكشن، ولانه انا عندي حلم انه يكون في مسلسل عربي 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 100%، ولكن يكون بمصاف المسلسلات العالميه وينحضر بكل دول العالم مش بس عند العرب، لانه نحن عندنا الامكانيه وعندنا القدره، ومثل ما شايفه عندنا الامكانيه كامله. طارق اهلا وسهلا بيك. في اسمعها الكلمه، وفي اسمعها. قديش بيعني لك وجودك اليوم بالجوي اووردز؟ اكيد بيعني لي كثير، يعني انه نكون مدعوين على هالاحتفال الاستثنائي اللي هو بطلنا نحن فينا نحسبه فقط على المنطقه العربيه، صار احتفال عالمي بينحسب له حساب، ودائما ان شاء الله الى الافضل. بعد ستيلتو كنت عم بحكي مع ابطال الثانيين قالوا لي انهم حابين يكون في جزء ثاني وثالث وان شاء الله عاشر، انت شو رايك بالموضوع؟ إذا يعني إن شاء الله ما بعرف إن شاء الله. نو يعني بيحمل المسلسل بعد 90 حلقة إنه ينعملوا جزء ثاني قولك؟ ما في شيء ما بيحمل، أكيد أكيد بيحمل، إذا في الكونتنت المناسب وإذا في التطورات الأحداث المناسبة أكيد بيحمل، بيحمل 90 و90 تان وثلاثة كمان. هلا بعد ما طلعتوا من ستيلتو عشو عم تجهزوا هلا؟ عم شو عم تحضر شيء جديد؟ أنا عم برتاح شخصياً، أنا عم برتاح وأعمل سبور بس هلا. حلو، وإمتى رح تتزوج؟ شو؟ امتى الزواج؟ كيف زمط هيك السؤال؟ لانه لما جيتنا بالاستوديو ببانوراما اف ام من كم من شهر كان في مشروع زواج وارتباط. عن جد انا قلت هيك؟ ريتا قالت هيك. ريتا عم تفتري علي. ريتا عم تفتري هي على فكره ريتا. بعدني صغير بعدني صغير. ها كيفك؟ بونسوار بانوراما اف ام. ايه لما جيتي هذيك الشهر بالاستوديو قلتي لي انه قريبا رح يتزوج، صح ولا لا؟ ليكي بس بدي خبرك شغلة، هون الكاميرا إشاعات إشاعات مش هيك تشويش بوجودي أنا كيف بده يتجوز؟ شو ما شو بدي أقول لك؟ شو بدي أحكي أنا؟ شو بدي سوري أنا بغاري عليه من الهوا. طارق غار على طارق بس كارلوس على طارق. أنت كارلوس؟ هلا بدي أختار مع أنا كل الوقت بعيط له طارق فنسيت إنه كارلوس ما بعرف إذا رح يتجوز يصطفل. أنا بهمني طارق. لا نيفر. شكرا كثير لك، عايشك. شكرا. لا لسه شكرا، هذا بس المداخلة معه. أهلا وسهلا فيك ريتا. قبل ما نبدأ الحوار احكي لنا على الإطلالة الحلوة هاي واللوك الحلو. ثانك يو. هيدا الفستان نجا سعادة ديزاينر لبناني عالمي، حبيت هيك شوي حالم الدريس مثلي، وان شاء الله تكونوا حبيتوا. والميك اب كان في مجموعه كثير كبيره شعر وميك اب معنا اليوم، داني كترميز وشنوده اللي شنوده شعر، فهيدي هي الاطلاله. هي الفستان واللوك الحالم والليله الحالمه، هي شو بتعني لك؟ بتعني لي بحلم معه بروح، يعني بترك شوي ارض الواقع وبروح. لا اذا بدنا نحكي المهرجان كثير كثير حلو،
كتير بضم نخبة كبيرة من النجوم يلي منحب نتلاقى فيهم، والشعب الحلو يعني أهل الرياض مضيافين محبين لأقصى درجة بجننوا. فأنا كتير سعيدة أني موجودة السنة معكم. بعد ما خلص ستيلتو 90 حلقة، هلا شو عم تحضري؟ في عمل تاني مشاركة فيه كمان 90 حلقة راح تشوفوه لما يخلص إن شاء الله أم بي سي وشاهد. عمل عربي شو تركي مشترك مصري مترجم يعني على نسا ستيلتو، وكمان مجموعة من الممثلين مشترك سوري لبناني. وشو رح يختلف بشخصية جويل؟ رح نشوفك شريرة طيبة مهضومة، شو بالضبط؟ يعني شوي من كل شيء، بس انه هون قوية شخصيتها، بس دفاعا عن حقوق بتعتبر انه لازم تدافع عنها. على اساس بجويل ما كانت قوية ابدا جويل، انه تتلاقى مع جويل بالقوية بس غير السيل يعني مختلف الدور كليا يعني هيك شوي اتقل يعني هو دراما اكتر شوي. بالتوفيق ومستنينك. شكرا حبيبي، شكرا.